بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كبرات رزدار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اب انا يا خدام جهشن ايو بشكشنا خالك كاديج برنامج ما جل شاكان امي بيش اجباني ويبلند او بري مبده شاكية وحوالي يا شاكا برصقي يا بكتن عبد ديوانا رب العالمين خلات الشمية مصدر برسق ما بكتن رازي بيناوي وما بكتن ادبحشتا خدا و هفالينيا بيغمبري خواه صلاة خد السربن السرد السر دنيا يكو ام هفالينيا منهج بيغمبري وي بكين والبن دنيا يجي منهج يعني بيغمبري بخواب خاص صلاة خد السربن رب العالمين والمهمية بكتن ديال بيغمبري خد ام آفا كش آفا حوضا كثير وخوين كو هر كسا كجي وخوار ادي تهني نابتن موضوع مهر دسا حجي كرنا يعني تكلياب باشا ومروف حجة بكتن وحجة كرنا وانا جبو خودي بتن كاني خيراوي مزنا پیغمبر حدیثت بي صلاوات خود السربن بشتن او مروفي حش اي كيب تكلياوي بكت بو خدي كا چند او حشوي مروفي دي رب العالمين هند درجة في بلندكن دو مروفن ايك شهوال خوا پتري كتن بو خدي دي درجة ويل بحشت شهيتر أنا سد بيجت أنس بن مالك بيشتن خدي سربن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله نين دمروف حش إيكو دبكن بو خدي يعني هفالت تيكنو إيكو دو و إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه الله کو آوی پتری خود حجب کی دشبار چی پتری خود حجب کتن اشبار هنده چونکی آو پتری حش هوا ل خود کتن هر دو دیشم بحشتی و هر دو رب العالمین دیج راضی بتن سراغ هوا ل نیه آوانا هر یک بخواف بس کیا که ماستر بتن هندی یک پتری حش هوا ل خواب کتن دی آو خواسته وی بتل دفتر رب العالمینش هوا معناه سباقه بريك راكرنا و مروف حج باشيب بكتن هفالت باش تكليا باشا باشي حجة كرنا خودي افانتش تهم يلدف خواه دا كتن دا درجة مروف البحشته بلن ببن پیغمبر جهه كي ترد بيش صلافت خودي سربن بن چهترين و 40 جيران چهترين هفال اوه اوه پتري حش هفال كتن بو خودي و چهترين جيران اوه يش هفال خواهي بتن بو ابو الدرداء حديثه كما روايات كتن سهر سر في موضوعي ما من رجلين تحب في الله بظهر الغيب نينا دمروف حش ايكودو بظهر الغيب يعني هاريك جي خدا احتمال ايكودونديتا بس ما ابا حج بيت كت شكو باشا ابا جي حجت كتن ابا حش باشيتكن با اف مروي باشا اهل خدي اف سراوي باشي حجت كتن جي

حديث سدي پیغمبر بحسب بحثت كتن افمروه ليش بحشتي قد بحثت دا مرتبه ونضت جوابا دي يا ايش ياكي عبد الله كره عمري خود راضي بما حديثه الرواده كتن بيش پیغمبري خود السربن من احب رجلا لله هر كسك حش مروفا كي بك بخوده. طبعا بلا ام خلتينك هي نقطه بيش يعني ظلام لا أنا بحسي الظلام بتنية وإنما بحسي جنو ظلامنا بحسي إنسو جن أجنجي أفيد بصرمان حش إيكو تبكن وجنجي حش يعني هاوالا خابكتن حش مروفا كيفايبيتن بي تشكو في خوديا يعني يعني أفخر بوانجيكا بس بو بتنية. التانية بشتن من أحب رجلا لله فقال هركسكي حش إيكبكت بو خدي إني أحبك لله بلا بیجتی برا از حشتت کن با خودی بگا بگا رکب سانه هی تلفونه والا از جی بس خودی همه گل کیفا مبتتید از حشتت کم از حشت چاکات کم تو مروکی باش از حشتت کم و آخفتین بگهی نیه بس ملاحظه دید نه هک کرب مروش یکی و بن بشت خود اسم رو وک راستم همه اصل راستیات بجم خود هم کرب مشتوت متنوی چون صفته دفتر اوی نه پیغمبر نه و بن بجی کرب مشتوت نه شنكي دي خرابي زيدات الليد, كرب عينات زيدات الليد, دي. بلكي ديوالوي مروvi إتن إدي اڤا دارجه تو بيجي نبيناتن, شكو شيطان يو يلجال, بسكيتا حاش إيكي كير بيجي دي كيفايو إتري إيد, كيفا تا إتري إيد, يعني كيف يعني كيفا مروvi بيو باش والله باشا اسمر كي باش من منطقة ليا باشا كل جبر هندي برا خب داف عالم حشمت كن كيف عمتت اخفت باش در حقا مداد بيجن هر افمر ودي خوا الخواز زيدا كتن بس اكي ايكي بلا نبشتي برا متو نافي نا بلا في اخفت نبشتي افا وقت بيجتي افا قنها شكو دلوي هلا شكو مصر يعني ولي كيركو اف هكا يعني بر دوامی بده تن خلا خلاطیا خواه رد فعلایی دچ بیشتن تو بجای کی بخودی من تو نهی از کربی مشت بن و از حشتنا کم جی هم في بي 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 اش ویگو وپی وپی بزنه کیم مروون بیشتر بوچی برا پاولا داز برا خب دمی و خلاطی دف خرای کم کیم مروون وی بکتن اغلب دی پتری تو حش مرا کی مش اش حشتنا کم و مصر بسری خواه جبر مرد بس رفت سلم سرم بیشتر هکت حش كي ای کی کر بجی از حشتت کم بخودی فدخل جميعا الجنه هر دو بيغ وديشم بحشتي فكان الذي احب اوي بتري حشبالي خوكري ارفع منزله من الاخر درجاوي دي شياتي مش برام هر دو كي تعطيني بحشتي بوشت تشته مزيده ترى باش تم بتري حشادا في الدنياي دا مش برهندي درجه مزيده ترى واحق بالذي احب لله واثمروفا دي بتري شبالي خدي حشوي كت

أبا مروفكي بصرمانة مروفكي باشا نقل لها يعني جلكا أستكليا باشاتكم أسحج باشاتكم ومروف في آخفتنا بيجتن ومروف في راز آخفتنا نري أو قلنا هيت إنساني كرينجي رب العالمين دي كدينت كي دين أو في مروف أوان أو قلنا هاجة دي بي بيجبن. إيك شوان أفايا ما دم تحش إيكيتي تا كيف بإيكيتي تتكليا باشاتكي باشت وتو كي لبت سبب هندي ورب العالمين حشتابكتن وقلنا هي تبغفرن. حديث أبو هريرة بما رواه تتكتن باش تنفير مريغوسلاف وتغذي أن رجلاً قلت زار أخاً له في قرية أخرى. مروڤك شو سارها فالاي كيخوى براءا فأرسل الله على مدرجته ملكاً. رب العالمين ملايكتك نات الركاويدا وكي أوتشو فلما اتى عليه واختئاف مروفا هاتي طبعا ملائكة السر شكلي مروفا كي هاتي خو شكلي كي دا ان البشت اختي هاتي افي مروفي قوتي تو ديكي قال اين تريد تشد في تو بريتا دي كيري قال اريد اخلي في هذه القريه والله من هاي هي يدفي دا از الرمشم سرادم ديال جهي هي از تشم سرادم إن أف ملايكة دي بجد في مروفي قال هل لك عليه من نعمة تربها أريد دي في مروفي دي إجبر هندي كو دي جهتا يعني تجبر قنجيك دي مالك دي هاي دي جهتا إجبر تو دي شي دي تجارتك قال لا إن أف مروفي دي نخير منو يجد تشتتنا بين إكو دو سرد شو تشتج فانا تجارته يعني دي تشتكي إجبار تشتكي إذا كم سرادم غير أني أحبه في الله بس أفبتني يا أسحج في مرو خدي قال إنا أفي مرو في قوتي أفي أفي وكي وكي مرو بس ملائكة دي خواه في جاء أشكرا كتبو هردوكا دي خواه أشكرا كتبوي بي دي بشتي فإني رسول الله إليك اس نمروفم. اس قاصد خودی ما بو تهاتیم اس ملائکتا ان الله قد احبك كما احببته فيه رب العالمين حشتكر وكيت تحشويكري كنج خدي حشتكر وكي تحشويكري حشتكرنا باشا هفاليني وانا تكليا وانا دي تشل مروفي كتن دي مروفي جالك بيش اخت دنياي واخرات دا طبعا دنياي عندك اصولت هين وكي ما بارينو كي قوتي وكي حش اي كر دي بيجتي دي اوان دنگو باسا گهينتي بلاب زانتن دا كيفا بيت ودا اوجي حجب كتن وقت اوجي حجت كتن دا او خير بو ويج جيسا يعني خيرا ايج بجت ایکی ها جنی ناتو تو بجبره از بو خدي أفا أو حجيكرن أولا خيرك جلك مظنة وكيفان حديث سما جوتي يا دوجي بي بي حسن أو مروج دي حجيكتن أفا دي خيرة دوا في في يعني هكا تحش تحش أخبار بجهينية دي دخير بتشيبن إيه حجكري حجيكري إيه كادي تريج تجهان دي أوجد حشتك خير جدي دي بتأتن أبي إدريس الخولاني بيجتن أسشوم دمشقي مزجتك المزجتة دمشقي بين ببرا خضايا جحيلك يعني ريوي يجشة وعالم يالسر كومبي وقافا بسيارة كابت في وبسيارة خواجد كن ورأي يوي ورد جرين وقوتي وقوم قوتي أفكية وقوم تندكا ها أفكية فا أبجحيلها هندا عالم تشد دورمانة توي بسيارة قلتي أفا معاذ بن جبل أفا الصحابية كي بيغنبري يا صلاة خد بجني معاذ بن جبل قلتي أس رجادي كم التحريك جرمي أس تشوم مزقتي داز بري ويرابشم قلتي أس كم برا خدمي يا المزقتي فيجيت كده من خلاي كده حتى نفيجي خلاص كر و جازت اینجا از شریعی و هاتمی، ام صلاف کری، ام گوته، الله لله قلت والله أصحشت تبو خدي إنا قلت معاذ جو لِلَّهِ يعني بو خدي تحشمت لله جارك كذي بشتن فأخذ بحذوتي بحبوتي ردائي فجذبني إليه قلت إذا استخوافت جل كتمش برسين كتمفا وأس كي شامبو نكخوافا وأس وكت بن سينجيب يخوافنا وأس قرتم وقفاشتم فقال إنا قلت من أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مزجين التبت من ياش في غمبري خد يقول لي بي. صحابي بيغنبري. من ياش في غمبري خد يقول لي يقول في شو قو. قال الله تعالى رب العالمين أف أخفتنا وجبت محبتي للمتحابين فيها وللمتجالسين فيها وللمتباذلين فيا باش واجب بي يعني فرض بالسر من اس حشوان مروفاتكم او مروفكينا أذيت حشمت حش بومن وافيت رينو خالد في ايكودوش برمن وافيت خيرة وقنجية وباشيات ون نفقين تريكت خيرة دا هرد الساسر خاطرامن واجب بي اس حشوانا بكم واختي اجدي حشواناك حديث صحيح پیغمبر به صلوات بس سربن الله عليه وسلم، بشتن أبي الصحابي يقول معاذي أبي مسلم يقول معاذي والله إني لا أحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك. والله أصحاشتكم نجبر دنياكي بوراكي تشتكي تو دي, دي من. ولا قرابة بيني وبينك، ونجبر مروفهيني أسطمروفتي كي نسبه قال فلا شيء يعني نجبر تشتش جفانا تجبر هندي حاشمتك. قلت لله كبوت بل نجبر تشتا بس بخدي فجذب بحبوة حب حبوتي ثم قال ابشر ان كنت صادقا قلت ازجرت من جلكت من جرتن كيشاب ونخفا قلت من قلت من الرازي توي راست الراز أخفتنا خدا مزجيني التابت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أقول في غمبري خدي في غمبري قلت خدي المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أو كسي حش إكدبك بو خدي حش إكدت رجاء قيامته عرش رب العالمين ذابن آه إجبلي بيشدي يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء شَهِي بيغمبر وشهيد دي حسيدا هي بن هندي هند بلندنوم هندي هند جهة كي مظن رب العالمين يداي بيغمبر وشهيد دي حسيدا بيبن قال ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ وتي اس چوم دف عباده عباده اج صحابيه كي پیغمبريه هر وكي گوتي من حديثه كان مازنش معاذي گليبي تقول پیغمبري بيا من حديثه معاذي بو گوت كو افتش تا معاذ راست بجتن يعني بوم تأكيد فقال انا ويجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقول بيغنبري بي صلاه و سلام پیغمبري گوت ان ربه تبارك وتعالى وبيغمبري جيش كيستي رب العالمين يا فاخ فتنات حقت محبتي على المتحابين فيا وحقت محبتي على المتبادلين فيا قلت يا فرز بي حجي كرنا من بوان مروفا ابيت حش متكن حش إيكودتكن خسر خاطرا من ويا حق بي يعني فرض بي سار من اصح شوان مروفا بكم ابيتكو نصيحة الإيكودتكن تو ريكا خدي وخدي ريكا خدي برندا ويا فرض بالسر من أس حشوان مروفا افت كو خير وقنجيات كانوا ودار يعني جبر من بش خذيه امي بخيريكين واف مرو عندك جريه نير هي عندك جركنيه نير هنا يخبطهم النبيون والشهداء والصديقون قوتي بيغنبارو شهيدو راصدكو ابيت وكي ابو بكر الصديق ابيت ابيت دا. دي في بيغنبار هذا بيشتي افا دي حاسيدو هي بجهي وانا بن هنت رب العالمين منصبك مظن اظن يداي وانا اذا فيري يعني تكليا امي بحث برهمي شوكات تحش شوكات كي تل تكليا بك حجب كجبر يعني مروكي باشا افا برهمت بيا رجا قيامتي بحشت دا ميدان حشري طنغا فيدا برخب ده منصب وانا پیغمبر و شهید و صدیقین دچکن ده جهوانا بن هندی هند رب العالمین جهه رواية دي حديث بيشتن بيشتن منقول بيغن بريبي بيغن بريكو وسرافة خذ السربن قال الله عز وجل للمتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء هذا السجر بحسكر كودي يعني افيتكو حش اي كودوتكن بو خودي دي, دي سارهن نير هيبن في الشهيد والصديقين ذي الشكن ذي حسده يبجيه وانا بمجت أو تدايوان تداوب مج أمج يعني حسده يبيد بن رواة ديا حديث دي بجتن في غنبر بالصلاة بتخذ السربن يأثروا عن ربه تبارك وتعالى هذا حديث سقط السياق في غنبرش العالمين بالعالمين يتأخفة البجد يقول حقت محبتي للمتباح للمتحابين فيه. وحقت محبتي للمتواصلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا. بش نجارك هادي، رواية هادي رواتك هادي مش رب العالمين بش فرز بي حق بي يعني فرز بي من اس حشوان مروبابكم، حش إي حشم ايكودتكن و مروبكم حشوان مروبابكم، افت شندف ايكودو متواصلين في وانديل جال ايكودو هنجبر وواجب بي

حديثات بيغمبري صلوات خود السربن داب ما بيت رب العالمين توفيق ما دنياي الدنيا وآخرته. الفيتش عندي أهم هاتين دماغي كافي وحتى إيكادي رب العالمين قال مهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>